تترجم إلى أعمال. عملنا هذه الليلة أن سنصلي لله تعالى ركعتين أو أربع ركعات بنية التوبة إلى الله. عندما تصلي استشعر أني أخطأت، أسأت، الآن مقبل عليك، أريدك تقبلني، أنا واقف ببابك، أطلب العفو منك والصفح، أطلب المغفرة منك، اقبلني يا رب. هو بكرمه وإحسانه لن يوفقك للقيام بهذا الأمر إلا وقد قبلك. من الذي يسبق؟ أنت تسبق بالتوبة إليه أو هو يسبق بالتوبة أن يتوب عليك؟ قال أحدهم لرابع العدوية: أدعو لي أن أتوب إلى الله حتى يتوب الله علي. قالت: بل أدعو لك أن يتوب الله عليك حتى تتوب إليه. ثم تاب عليهم ليتوب. الليلة هذه أقبل وصلي الركعتين، وتذكر بعد صلاة الركعتين وأنت في وجهة إلى الله، تذكر ذنوبك ومعاصيك، تذكر اجتراءك على الله، تذكر ساعات التي فيها قصرت، تذكر الخيرات التي فاتتك فيما مضى من أيامك، تذكر أن الوقت الآن قادم وكأن قضي، وتذكر أنك الآن تولج إلى قبرك، وتذكر ساعة الوقوف بين يدي الله، وتذكر أنه لا مجال للمغالطة، الآن عبد ورب. ثم التجئ إليه وقل: يا رب، مسكينك ببابك، فقيرك ببابك، عبدك ببابك، ضعيف ببابك، مسيء ببابك، مذنب ببابك، مرتكب للقبائح ببابك، مشتري عليك عاد إليك فهو الآن ببابك. يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني. توجه إليه بهذا المعنى وانظر ما الذي سيحصل لقلبك، انظر إلى المعنى الذي سيمازل قلبك. ارقب قلبك وقد أقبلت به على ربك جل جلاله، وانتهب بعد هذا الدعاء وهاتين الركعتين طالبا للثبات على الاستغفار. أضف إلى وردك 100 مرة: من أستغفر الله وأتوب إليه. 100 مرة في كل يوم وليلة سنحافظ عليها: أستغفر الله وأتوب إليه، أو رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. 100 مرة سنواظب عليها كل ليلة، ونستشعر أن تائبون إلى الله، تائبون إلى الله، تائبون إلى الله. والثمرة أن كل ليلة ستمر عليك وأنت على هذا الحال ستنال فيها رتبة يسميها العلماء رتبة المحبوبية. تعرف رتبة المحبوبية؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يحب من؟ لم يقل الحق عز وجل إن الله يحب التائبين، هذه لغة عربية، الله قال التوابين، هنا صيغة مبالغة، يعني حتى لو عصيت مرة أخرى، طيب الليلة صليت الركعتين وتبت وأقبلت على الله، بعد أيام غلبت عليك نفسك، غلب عليك الشيطان، عدت إلى المعصية، عد إلى التوبة مرة أخرى. ما ندم من استغفر ولو عاد 70 مرة، عد، لكن لا تتلاعب مع الله، لا تحدثك نفسك بالذنب ثم تتذكر نظر الله إليك، تطالب نفسك بعدم الذنب تقول لا سأذنب وبعدها سأستغفر، هذا تلاعب، لا لا هذا لا يقبل. لكن أخذت الاحتياط، قطعت أسباب المعصية، صحبة المعصية، مجالس المعصية، أقبلت على الله، حصلت من كفوة وعصيت، ارجع إلى الله. المرة الثانية ارجع إلى الله، الثالثة ارجع إلى الله، العاشرة ارجع إلى الله. هل لك غيره؟ وهل عندك ملجأ سواه؟ ارجع إليه ولا تمل من الرجوع إليه بصدق، بإلحاح عليه، يريك سبحانه وتعالى منه ما هو له أهل.